بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكتب البرهان؟ طبعا غالبية طلاب المدارس بتقابلهم مشكلة ازاي يكتبوا البرهان. المشكلة بسيطة، كل اللي عليك هتكتب المعطيات بما ان، وفي الاخر تكتب المطلوب اذا. بس هتعمل حاجة بسيطة، هتشوف استنتاج كل معطى ايه وتكتبه اذا. طبعا كل مسألة في الهندسة لها معطيات ومطلوب، وتأكد ان كل معطى في المسألة ليه استخدام. حتى لو غلطت في استنتاج كل معطى هتاخد درجات على المحاولات، ده طبعا عشان في طلاب عايزين ينجحوا في الهندسة ويعوضوا في الجبر. بس أهم حاجة يحل سؤال أكمل صح وسؤال أخطر صح. المسألة اللي قدامنا فيها الشكل المقابل ألف ب بتساوي ألف ج، وألف ه شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة. اثبت أن ألف ه شعاع ينصف زاوية د ألف ج. طبعا مدينا في المسألة معطيان، كل معطى منهم ليه استخدام، هنعمله إذا. يبقى أول معطى بما أن ألف ب بتساوي ألف ج، ونسيبه سطر بعديه أو سطرين. تاني معطى ألف ه شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة، ونسيبه بعديه برضو سطر أو سطرين. وفي الآخر نكتب المطلوب اللي هو عايزه، ألف ه شعاع ينصف زاوية د ألف ج، نكتبها إذا. يبقى البرهان أول معطى ألف ب بتساوي ألف ج، نكتبه بما أن. بما أن ألف ب بتساوي ألف ج، ونسيبه سطر بعديه أو سطرين. تاني معطى ألف ه شعاع بيوازي ب ج قطعة مستقيمة، نكتبها بما أن ألف ه شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة. ونسيبه بعدها سطر أو سطرين. آخر حاجة نكتبه المطلوب اللي ما هو عايزه في المسألة، اللي هو ألف ه شعاع ينصف زاوية د ألف ج، نكتبها إذا. إذا ألف ه شعاع ينصف زاوية د ألف ج، بعد كده نشوفه كل معطى استنتاجه ايه ونكتبه تحته. إذا أول معطى ألف ب بتساوي ألف ج، يعني المثلث ألف ب ج متساوي ساقين، واحنا عارفين لو المثلث متساوي ساقين يبقى زاويتي القاعدة بيساوي بعض، يبقى إذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. إذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج، نسمو دي رقم واحد. تاني معطى في المسألة ألف ه شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة، هنستنتج حاجتين، زاويتين بيساوي بعض بالتبادل على شكل حرف الزد، وزاويتين بيساوي بعض بالتناظر على شكل حرف الاف.
أو الزاويتين بتساوي بعض بالتبادل، قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية ه أ ج بالتبادل. يبقى إذن قياس زاوية ه أ ج، قياس زاوية ه أ ج بتساوي قياس زاوية ج بالتبادل. قياس زاوية ه أ ج بتساوي قياس زاوية ج بالتبادل. نسمو ده رقم اتنين. فصل في زاويتين تانيين بيساوي بعض بالتناظر وهم على شكل حرف الاف، قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية د ا ه بالتناظر. قياس زاوية د ا ه بتساوي قياس زاوية ب بالتناظر. نعمله دي رقم ثلاثة. طبعا اللي بيساوي المتساوي لازم يكون متساوي، يبقى من واحد واثنين وثلاثة، يبقى قياس زاوية د أ ه بتساوي قياس زاوية ه أ ج. يبقى من واحد واثنين وثلاثة إذن إحنا عارفين اللي بيساوي المتساوي لازم يكون متساوي، يبقى إذن قياس زاوية د أ ه بتساوي قياس زاوية ه أ ج. طبعا زاويتين بيساوي بعض يبقى الشعاع اللي بينهم ينصفوا، يبقى اذا ا ه شعاع ينصف زاوية د ا ج، وهو ده المطلوب. الطريقة دي تعتبر طريقة عامة لأي مسألة في الهندسة.